نشرة الأخبار معكم أيدي موارى نوراني. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام. وقع حادث مرور على الطريق السريع تشيبولارا عند الكيلو 92 ليلة يوم الأحد في تاريخ 26 من جوني سنة 2022 ميلادية، ونتج عن هذا الحادث تضرر 17 مركبة، منها حافلة واحدة وسيارات خاصة. وكان حادثا رهيبا، وأصيب 3 أشخاص إصابات خطيرة، وأيضا 16 شخصا إصابات طفيفة، ولم يسجل الحادث حالات وفيات. وقالت الشرطة أن سائق الحافلة قد فر بعد الحادث، وجاري بحث الشرطة عنه، وقد وجدت هويته أثناء البحث. وكان سبب الحادث تصادم حافلة لا جوبريما التي كانت متوجهة من بندونغ إلى جاكرتا، وصدمت السيارات الخاصة التي أمامها. والآن اتصلت بالمستجوبة وهي رئيسة دورية الطريق السريع تشيبولارا اسمها سلمى. أهلا وسهلا يا سلمى. أهلا بك. حسنا، هل يمكنك أن تشرحي لنا أكثر عن الحادث؟ نعم، كان ذلك حادثا مأساويا، حيث أنه صدمت الحافلة السيارات التي أمامها، والسبب في ذلك تعطل في الفرامل. هل ألقيتم القبض على سائق الحافلة؟ لم نقبض عليه حتى هذه اللحظة، ولكن جاري البحث وسنلقي عليه القبض قريبا إن شاء الله. وهل هناك أسباب أخرى لمثل هذه الحوادث غير تعطل الفرامل في هذا الحادث؟ بالتأكيد، ونذكر من هذه الآثار ازدحام المرور في الطريق العام، ولا سيما يوم الأحد يكون الازدحام أكثر، حيث أن الناس يعودون من بندونغ إلى جاكرتا. حسنا يا سلمى، شكرا لك. ونعرض عليكم عبر الشاشة تصورا بهذه الحوادث وما لحق بها من أضرار بعدما شاهدنا صور الحادث المؤلم الذي أدى إلى إصابات. نسأل الله أن يشفيهم ويمن عليهم بكامل الصحة والعافية. ومن هنا نناشد كل أصحاب المركبات العامة والخاصة بأن يلتزموا بضوابط وإرشادات شرطة المرور حتى لا تقع مثل هذه الحوادث مستقبلا إن شاء الله. وهذا هو خبر اليوم.